أمير، أنت مشتغل في وزارة الصحة، أنا أتوقف عند قضية خطأ عفوي. هذا الخطأ العفوي، أنا أجيك على النقطة الثالثة اللي راح تغطي سؤالك اللي أقرأه. نعم. فهذا الحدث كان يدرس، والمسبب أو المسؤول المباشر. أما التراكمات وهي الإدارة والفساد المالي والإداري المتراكم في وزارة الصحة ومؤسساتها المختلفة بسبب الفساد، ما هو الشخص الذي يعين بالوظيفة؟ هل هو الكفؤ أم هو الذي لديه ولاء لي أو لما أحمل من مبادئ بين قوسين؟ لأن المبادئ اللي يحملوها السادة الأكارم في المؤسسات والكتل السياسية المختلفة جميعها، كم واحد يؤمن بها حقيقة وكم واحد ينتمي لهذه المبادئ، أم هي صارت شعارات وأعلام يستظل تحتها الشريف وللأسف الفاسد الذي يستطيع أن يخترق الصفوف ويصل إلى الأمام ويترك آثاره السلبية في المستشفيات. طيب دكتور عبد الأمير، دعنا نتكاشف، قلت يمكن والعراقيين متعودين عليه، أنا لا أذهب بالنقاشات لغرض النقاش فقط بقدر ما أنه أنا أريد أن أوثق الحقائق، وأنا كل ثقة بأنك ستقول الحقيقة. أنت اشتغلت مستشارا أسبق لوزارة الصحة، هذه السنوات التي أنت اشتغلت بها، هل شعرت فعلا أن وزارة الصحة كانت وزارة خدمية تبغي أن تقدم خدمات إلى الناس، أم أنها وزارة كتلة سياسية همها أن ترضي الزعيم الذي أتى بالمعالي؟ صراحة الأمر. نعم، المراد من وزارة الصحة أن تكون وزارة الصحة لخدمة المواطنين أولا وأخيرا. أما اللي إذا يحصل في الدولة بصورة عامة وفي الوزارات وفي مقدمتها الصحة اللي احنا نتحدث عن وضعها، للأسف مو بس الوزير، لا نلوم الوزير وطيرنا الوزير وغيرنا الوزير وتركنا الأسس الفاسدة ومن ضمنها شخصيات غير كفوءة تحمل تحت عباءتها أو صدريتها الطبية خلل الفساد أو عدم الكفاءة، فبالتالي نوصل إلى هذه النتيجة. وأخي العزيز، صحيح هنالك الوزير يتبع عادة كتلة محددة، وتكون الوزارة هي ملك لهذه الكتلة كما كانت في السابق الكل ملك لكتلة واحدة اللي كانت تحكم العراق، الآن صارت عدة كتل، فبالتالي الوزير يمثل الكتلة. وبعد وأيضا موجودين بالمحاصصات فلان لفلان جهة، فيتعاون البعض للأسف أو يخضع للشروط التي تملى عليه كوزير أو كوكيل أو غير ذلك. طيب، فإيش قد يقدر يستجيب لها، إيش قد يقدر يقاومها، فيترك آثار السلبية على عمله في الوزارة. هذا هو اللي يحصل. فبالتالي للأسف وزارة الصحة أهم عمل تقوم به الوزارة، يعني الحديد ذو شجون، ومو من السهولة أذكر كلمة لأن كل شيء له تبعات. أنا ما أخشى التبعات، لكن أخشى أن تصير الكلمة مفتورة أو الجملة فيفهم عكسها. لا، ليش مفتورة ولا التبعات دكتور عبد الأمير؟ اليوم المتفحم أهلنا، اليوم الميتين أهلنا، إحنا كل إحنا مشاريع موت، إذا ما نموت اليوم نموت باكر. تبعات شنو تبعات؟ اللي يزعل يزعل، واللي يرضى يرضى، واللي يزعل يرقع راسه بالحائط. أنت الآن أمام جريمة عصر، جرائم المستشفيات والحراك ليست وليدة الصدفة وليست عفوية، وكأنها مخططة لها. سيد العزيز، أنا لا أحد يزايد علي لا بالوطنية ولا بالشجاعة إن شاء الله تعالى وقول الحقيقة، ولكن قال لا إله قالوا له كفرت، لأن ما يكمل الجملة. قل لا أحد يستجيع من كلامك شيئا، قل مثل ما تريد. أحسنت. سيدي العزيز، للأسف سيرة الوزارة بالذات سيرة أنه من يستلمها الوزير ومجموعة وياه، يا أما يكونون مخلصين ومندفعين ويستطيعون أن يواجهوا الضغوطات السياسية والمالية والفاسدة وغيرها، وأما يضطرون يستجيبون إلى الضغوطات. الضغوط على فرض أنه الوزير والكادر هم كلهم نزاهتهم بدرجة عالية جدا، هذا غير متوفر للأسف في عدد من الشخصيات اللي استلمت الوزارة ولا زالت.
فلما يستجيب الى ضغوط والضغوط تتراكم عليه، فشي يصير؟ يقوم يمشي ويا الموج. الموج اللي موجود الان في العراق للاسف فاسد، ليس فقط اداريا وليس ايضا على مستوى الوزراء والوزارات، وانا اعتذر لا اقصد كل الوزراء ولا اقصد كل الموظفين ولا اقصد كل المواطنين، ولكن مفاصل كثيره في الدوله هي خضعت او تاثرت بالفساد. فبالتالي من ينكشف واحد ينكشف اخر، ومن تسقط حجاره للاسف تسقط حجارات اخرى في هذا البناء. تمام. المتراكم. نعم. سلبيا. أنا أشكرك.